الأمر الملكي بتعييني مدير لجامعة جازان، وكان هذا يعني نقلة أيضا، بحيث أني بدل ما أكون أنا الوكيل أنا صرت المدير. جامعة جازان جامعة حديثة، جامعة يعني في منطقة كثافتها السكانية عالية، تحتاج لكل كل التخصصات، لكل الكليات. أهل المنطقة حريصين جدا على تطوير منطقتهم. أبناء وبنات جازان كانوا منتشرين في جميع مناطق المملكة بحثا عن العلم ومتميزين ما شاء الله. فكان هذا أيضا تحدي آخر في جازان، كانت في تحديات كبيرة جدا. من اليوم الأول شرفت بالسلام على أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر، أبدالي حرصه الشديد على أن الجامعة تكون جامعة متميزة وتتطور وتوفر التخصصات لأبناء المنطقة اللي ينتظرونها، ويعني نقل لي تصوراته وأيضا طموحات أبناء المنطقة. وأخذت أنا الرسالة من وقتها، عملت مع فريق عمل متميز من الزملاء والزميلات في جازان، وعملنا بكل جهد الحمد لله. في بدايات وصولي لجازان كانوا عدد طلاب وطالبات جامعة جازان في حدود 3000، عندما غادرت جازان كانوا في حوالي 60,000 طالب وطالبة. أنا أذكر في سنوات بداية السنوات كان أعضاء هيئة التدريس اللي نستقطبهم للعمل في جازان يتجاوزون 500. ففي منطقة السكن فيها صعب، إيجاد سكن ل500 عضو هيئة تدريس يأتون من دول العالم مختلفة وفي جازان كان تحدي كبير، لكنه أيضا كان في نفس الوقت محفز قوي للاستثمار تستأجرها الجامعة، وكان هذا تنشيط أيضا للحركة الاقتصادية. في سنوات عديدة بدل ما كانوا أبناء جازان يدرسون في مناطق المملكة المختلفة، صارت جامعة جازان تستقطب أبناء المناطق الأخرى يدرسون في جازان، صارت العملية عكسية. الحمد لله أنا أذكر أنه غادرت جازان وأكثر من 800 مبتعثة يدرسون خارج المملكة، معظمهم في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصصات مختلفة. أذكر في أحد الأيام كنا مستضيفين المهندس نظمي النصر ومعه فريق من جامعة الملك عبدالله جامعة كاوست، كانوا في ضيافة الجامعة ومحاضرة وتوقيع اتفاقية بين جامعة جازان وجامعة كاوست.